صباح الخير. قبل ما تعرفوا كيف راح يكون حظكم بنهاية هالأسبوع، راح أخبركم عن صفات مواليد برج العقرب تبعين للعشرية الثالثة. العشرية أو المجموعة الثالثة بتمتد من 12 ل 22 تشرين الثاني، ومواليدها بيتمتعوا بصفات واضحة بيتميزوا فيها عن بقية مواليد برج العقرب، فهن كتير حساسين وبيتأثروا دغري بأي شيء بينقلن أو أي ملاحظة بتتوجه لهم. معروفين بجمالهم وجذبيتهم الدائمة، بيمتلكوا مؤيدين وين ما راحوا وشعبيتهم كبيرة. غالباً ما بيفوتوا على عالم الشهرة من دون تعب، بيهتموا بحالهم كتير وبيسعوا دايماً لأعجاب الناس. أما هلأ نبلش أبراجنا 12 مع برج الحمل. اندفاعك اليوم بيؤدي لنتائج إيجابية بعملك، تنجح بكل شيء بتقوم فيه وبتلبي دعوة اجتماعية اليوم، وحضورك المميز بيجذب الجميع وبتلقى اهتمام خاص. عاطفياً حب الشريك لك عم بيزيد يوم بعد يوم. برج ثور، ما تهدر وقتك وجهدك على التفاصيل التافهة، استغل قدراتك لمساعدة الآخرين. ما تتأثر بكلام الناس المحيطين فيك، فهن كلهم ينتقدوك ويأثروا سلباً على عزيمتك وعلاوتك. برج الجوزة، أنت مليء بالنشاط والحماس اليوم، وبتقوم بتقديم النصايح والمساعدة للي حولك وبتفهم مشاكلهم ومواقفهم. عائلتك بأمس الحاجة لك هالفترة وبيتكلوا عليك لمواجهة مشاكل العائلية. منكفي أبراجنا مع برج السرطان، الأمور اليوم رح تكون معقدة، اجتهد وجرب تنهي المسؤوليات اللي عليك. نظم وقتك للأيام اللي جاية تما تنعاد الفوضى يلي عايش فيها. حسن علاقتك بأصدقائك وبعائلتك وخصص لهم الوقت اللازم. برج الأسد، ما تتوقع إنه المحيطين فيك يساعدوك إذا أنت ما ساعدتهم بيوم من الأيام. حدد أولوياتك ووظف جهودك بالأعمال يلي بتهمك أكثر من غيرها. عاطفياً، ما تفوت فرصة اللقاء بالحبيب لأي سبب من الأسباب. برج العذراء، انطلق بكير اليوم بتنفيذ أعمالك لأنك ما رح تكون نشيط كل النهار، رح تخصص وقت كبير للراحة والترفيه. عاطفياً، ما تفتعل مشاكل جديدة ومنا مهمة مع الشريك، وكون هادئ بتعاملك معه. برج الميزان، نهار مناسب لتتفاعل مع المحيطين فيك وتتشارك أفكارك مع زملائك. اطرح آرائك عليهم واستشيرهم ببعض الأمور. ما تخلي عملك يبعدك عن عائلتك وعن تمضية وقت مع أولادك. برج العقرب، أنانيتك تظهر اليوم، كل شي بيريحك وبيفرحك عم تعمله وهامل المسؤوليات اللي عليك. ما تكفي بهالطريقة، أحسن ما يتراكم الشغل عليك. تسمع خبر حلو بخص أحد المقربين منك. برج القوس، اليوم حيويتك وطاقتك ما قالوا حدود، بتحقق أمور كتيرة بعملك ما كنت متوقع إنك قادر تعملها. استفيد من النهار تتنهي كل مسؤولياتك، الحظ مرافقك. أما عاطفياً، ساعد شريكك بمشاكله وكون حده بكل الظروف. برج الجدي، بتتأخر ببعض الاستحقاقات وبيولد جو من سوء التفاهم بحياتك المهنية، كون واضح بتوصيل أفكارك للآخرين. عاطفياً، مرتاح كتير مع الشريك فهو بيقدرك وبيقدر كل شيء بتقوم فيه كرماله. منكفي أبراجنا مع برج الدلو، مزاجك اليوم كتير منيح وبينعكس على تصرفاتك مع المحيطين فيك. تعلم كيف تقدر وضعك الحالي وخطط كيف تحسن حالك بالمستقبل. أما عاطفياً، لازم تسيطر على غيرتك تما تزعج الشريك وتجبره يبعد عنك. برج الحوت، إذا في شخص محظوظ اليوم فهو أنت. عندك قوة كبيرة على اتخاذ القرار المناسب تتنجح بكل الأمور يلي بتوجهها. ما تتردد بطلب نصيحة الشريك ونصيحة أهلك بخصوص أمورك الشخصية ومشاكلك، فهن بيتمنوا لك الخير وبدون مصلحتك. أما بالنسبة لمولود اليوم فهو واثق من حضوره ومن تأثيره على المحيطين فيه، بيعتمد على قوة حضوره وكفاءته وقدراته المتعددة. جدي ومنتظم بعمله، بيميل للمرح بحياته، بيعطي انطباع عن حاله أنه قاسي بس هو بالواقع حساس كتير. من مواليد اليوم المصمم الإيطالي روبرتو كافالي. روبرتو ولد سنة 1940 بفلورنس، وهو مشهور بتصاميمه المطبعة بالرسومات واللي شكلت نقطة بدايته المهنية. سنة 1972 افتتح أول متجر له. مع بداية التسعينات لمع اسم روبرتو كافالي من خلال إدخاله تقنية التطبيع على الجينزات. سنة 2007 وقع روبرتو كافالي عقود مع أهم المغنيات مثل جينيفر لوبيز وكريستينا أغيليرا وصمم لهم أزياءهم. عمره 71 سنة، استقال روبرتو كافالي من منصبه كمصمم الرئيسي لدار كافالي. هذا كان كل شيء لليوم مشاهدينا. بريك صغير ومنكفي من بعده MTV Life.
Thank you.